والمتابعين لهذه الانطلاقة، نسير مع مسار هذا الشوط وهو الشوط 19 في أشواط صباح هذا اليوم الخاص بالجعدان لقايا، وشعارات وأسماء كبيرة ورائعة وكثيرة على أرضية هذا الميدان. نسير مع مقدمة الشوط، نسير مع مقدمة الشوط والمركز الأول اللي مسيطر على مقدمة هذا الشوط شاهين محمد بن سالم بن علي الكتبي، هو اللي في المركز الأول يقود المشاركين، يلي بالمركز الثاني ويتقدم لافي محمد بن مسلم بالزفنة العامري على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر وثالث المراكز بنلقى هنا ياتي بلاش، تعود ملكيته محمد بن سالم بن مشلش العامري ينطلق في هذه اللحظات، بينما ناتي إلى المركز الرابع وبنلقى في رابع المراكز هملول سويدان بن عبيد بن سويدان العامري على المركز الرابع، أما خامس المراكز تواجد في المركز الخامس مياس محمد بن خلفان الغويص السويدي على المركز الخامس، أما المركز السادس فهناك ياتي في سادس المراكز برق راشد بن حمد بالعامري الكتبي على المركز السادس، المركز السابع التواجد في سابع المراكز مشاهدين متابعين الكرام اللي تدخل وانطلق بقوة وبأداء جميل. هناك التواصل في هذه اللحظات، نعود مباشرة أو نتابع هناك المركز الثامن، في ثامن المراكز تواجد من برق راشد بن حمد بالعامري الكتبي، المركز التاسع هنا هملول لخميس بن عبيد بن يميع اللي في المركز التاسع، والمركز العاشر هناك ايضا تواجد في هذه اللحظات من قبل الشارد حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق وهذا التحدي. هناك نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول في مسار هذا الشوط الجميل، يتقدم الجعدان شاهين محمد بن سالم بن علي الكتبي، هو اللي في المركز الأول ومسيطر على المقدمة رقم 13 هناك يقود المشاركين. هناك نعود إلى المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار الجميل وفي هذا التواصل في شوطنا 19 في هذا الانطلاق. نعود إلى المركز الثاني، هناك الانطلاق من قبل ثاني المراكز، ياتي مشغل في المركز الثاني ويقدم أداء جميل، حميد بن أحمد بن حارب المهيري يقدم لنا هذه النوعية الجميلة، يا سلام. المركز الثالث ياتي في ثالث المراكز الشارد حمد بن سلطان بن درويش بن سيف المنصوري، هو اللي يقدم الشارد على ثالث المراكز، أما المركز الرابع فياتي فيه مزيان اللي هو المسلم بن حمد الحرس بن حريز الحرسوسي، انطلق في هذه اللحظة على المركز الخامس، المركز السادس هنا التواجد من مصيحان سالم بن علي بن إداه المنصوري، يا سلام يا سلام، 800 متر الأخيرة وهناك الانطلاق على مقدمة الشوط، مسيطر من البداية من الستارت شاهين، سلالة شاهينية، هذا جميل انطلاق رائع للقاية مشاهدينا الاعزاء، يا سلام. محمد بن سالم بن علي الكتبي على مقدمة الشوط من البداية، منفرد انفراد كامل ومنطلق إلى المقدمة
بينما المركز الثاني مشغل حميد بن احمد بن حارب المهيري، ولكن شاهين سيد الجعدان باداء جميل بانطلاق رائع على شاشه دبي ريسنج من البدايه، وهو قاد مسار هذا الشوط، سار راس وياتي راس بهذا الاندفاع. يا سلام، تهانينا محمد بن سالم بن علي الاكتبي على هذا الفوز، على هذا ناموس شاهين ناموس شاهين في هذا الشوط وانطلاق رائع. يا سلام، هذه لحظات الوصول، تهانينا محمد بن سالم بن علي الاكتبي على فوز شاهين، لحظات وصوله الى خط النهايه واعلان الفوز وناموس المركز الثاني. مشغل حميد بن احمد بن حارب المهيري وصل في ثاني المراكز، بنشوف المركز الثالث، هناك المركز الثالث وصل في شاهين لسالم بن سلطان بن رشيد السويدي، المركز الرابع في رابع مياس لاحمد بن مطر الرميثي، والمركز الخامس تواجد في خامس المراكز جلمود علي بن عبيد بن غدير الاكتبي. هكذا كانت نتيجة هذا الشوط. نعود إلى التوقيت الزمني، وهذا شاهين على شاشة التلفزيون يقطع المسافة في 6 دقائق و17 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك شاهين اللي هو محمد بن سالم بن علي الاكتبي، بينما وصل في المركز الثاني مشغل كذلك قدم أداء جميل مشغل في هذا الشوط. 6 دقائق و23 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا حميد بن أحمد بن حارب المهيري على الفوز بالمركز الثاني. أما المركز الثالث، المركز الثالث وصل في شاهين، قطع المسافة في 6 دقائق و31 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لمالك شاهين سالم بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا كانت نتيجة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام.